السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلاب، مرحبا بكم من درس الشكل الظاهري للنبات الزهري. هنتكلم إن شاء الله في هذا الجزء على الثمار. طبعا الثمرة هي مبيض الزهرة الناضج، يعني المبيض اللي بينضج بعد عملية الإخصاب اللي بتتم فيه، والنضج هنا بيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن تغير في حجم المبيض ولونه وبيتشحم علشان يدينا في النهاية الثمرة الناضجة. هتقسم الثمار إلى عدة أنواع، منها الثمار البسيطة، ومقصود هنا بالثمار البسيطة وهي الشائعة في معظم النباتات، بتتميز بأنها بتنشأ من متاع زهرة وحيد الكربلة أو عديد الكرابل الملتحمة. متاع الكربلة زي مثلا ثمرة البندق، عديد الكرابل الملتحمة زي ثمرة البرتقال أو الطماطم أو الخيار وهكذا. الثمار البسيطة بتقسم إلى ثمار غضة أو طرية وثمار جافة. طب إيه الفرق بين الثمرة الطرية والثمرة الجافة؟ الفرق هنا في الغلاف الثمري. لو كان الغلاف الثمري بيتميز إلى ثلاث طبقات واضحة، فإذا هي ثمرة غضة أو طرية. ثلاث طبقات يعني طبقة خارجية وطبقة وسطى وطبقة داخلية، زي مثلا ثمرة الحبحب أو البطيخ، تقدر تميز فيها طبقة لونها أخضر اللي هي الطبقة الخارجية، وطبقة لونها أبيض اللي هي الطبقة الوسطى، وطبقة لونها أحمر اللي هي الطبقة الداخلية، وهذه الطبقة الداخلية بتحتوي على البذور. إذا هذه الثمرة تعتبر ثمرة طرية أو غضة. ولكن ثمرة زي ثمرة مثلا البازلاء، هل نقدر نميز الغلاف الثمري بتاعها إلى ثلاث طبقات مميزة أو واضحة؟ لا، هو الغلاف الثمري بتاعها بيبدو كأنه طبقة واحدة بس، فإذا تعتبر ثمرة جافة. فإذا ده الفرق ما بين الثمار الطرية والثمار الجافة. في حالة اللي احنا نقدر نميز طبقات الغلاف الثمري، فإذا هي تعتبر ثمرة غضة أو طرية. ما نقدرش نميز طبقات الغلاف الثمري، إذا هي تعتبر ثمرة جافة. طيب الثمار الطرية أو الغضة بتقسم إلى ثمار لبية وثمار حصلية. الفرق ما بينهم إيه؟ الفرق في الطبقة الداخلية من الغلاف الثمري. يعني لو كانت الطبقة الداخلية من الغلاف الثمري طبقة غضة وبتحتوي على البذور منغمسة فيها، إذا هي ثمرة لبية زي ثمرة الطماطم، العنب، الخيار، الحبحب. طيب لو كانت الطبقة الداخلية خشبية جوفاء وداخلها بذرة، إذا هي تعتبر ثمرة حصلية. يعني على سبيل المثال ثمرة المانجو. تعالوا نشوف كده طبقات الغلاف الثمري، في طبقة خارجية ثم طبقة وسطى ثم طبقة خشبية داخلية. طالما لقيت ان الطبقة الداخلية هي طبقة خشبية جوفاء داخلها بذرة، اذا تعتبر هذه الثمرة ثمرة حصلية. طيب النوع الثاني اللي هي الثمار الجافة، بتقسم الى ثمار جافة متفتحة وثمار جافة غير متفتحة. مقصود بالثمار المتفتحة اللي هي الثمار اللي لها ميكانيكية ذاتية في التفتح، يعني بعد ما تنضج الثمرة تتفتح ذاتيا من تلقاء نفسها. على سبيل المثال الثمار الجرابية، ده في نبات مثلا زي نبات العائق، أو نبات ساعات بيسموه نبات العايق. النبات دون الثمرة بتاعته على شكل جراب، وبتنفتح لما تنضج من تلقاء ذاتها عن طريق خط اللحام البطني للثمرة، وبتبدأ البذور تخرج وتتحرر من الثمرة. نوع تاني من الثمار المتفتحة اللي هي الثمار القرنية، اللي هي بتنتمي للنباتات الفصيلة القرنية زي الفول والبازلاء. هتجد ان الثمرة بتتفتح بعد النضج بس عن طريق خطي اللحام البطني والظهري. الكبسولة اللي هي النوع التالت، الثمرة الكبسولة او ساعات بيسموها الثمرة العلبة، هي موجودة في نباتات متعددة، ولكن طريقة تفتحها بتختلف من نبات لآخر. على سبيل المثال النبات اللي معانا هنا ده نبات الخشخاش او الثمرة بتاعت الخشخاش. لما بتنضج هذه الثمرة بيبدأ الغطاء بتاعها ده يرتفع الى اعلى، وتظهر تحتيه ثقوب. هذه الثقوب بتكون وسيلة تحرر البذور الموجودة داخل الثمرة. الثمار الغير متفتحة هي ثمار لا تنفتح من تلقاء ذاتها، وانما تظل مغلقة على البذور حتى تنفتح بوسيلة خارجية، سواء كانت الوسيلة دي بفعل عوامل الطقس مثلا أو بفعل كائن حي وما خلافه. المهم اللي هي بتنفتح إيه؟ بطريقة غير ذاتية.
طيب الثمرة البرة مثال على الثمار الجافة الغير متفتحة. الثمار البرة دي زي ثمار القمح والذرة والأرز والشعير وكل النباتات اللي بتنتمي للفصائل العشبية. الثمرة الفقيرة زي اللي موجودة مثلا في نبات الورد البلدي أو نبات دوار الشمس، دي برضو بتعتبر ثمرة غير متفتحة. الثمار البندقية زي ثمرة البندق واللوز وعين الجمل والكاجو، كل الثمار دي تعتبر ثمار غير متفتحة. طيب هنقف عند الجزء ده وإن شاء الله بنستكمل الثمار في الجزء التالي.